اوروبي بينما كرة في الجهة اليسرى مرتد سريع فتح المجال طريقك مفتوح يا ياجور ياجور الجول يدور يعود اليكم من جديد المهاجم الصامت في مباراة العمر في ليلة العمر في بطولة العمر محسن ياجور الجول يدور يفعلها من جديد ويبطل مفعول سحر البرازيليين بلمسة الكبار تألقت في الجولة الأولى لن تمضي وحيدا يا رجاء كلنا معك يا رجاء رجاؤنا في ياجور لم يخيب الظن هذا ياجور بلمسة بهمسة يغازل الشباك البرازيلية وجيبها يا فيكتور خذها عندك يا فيكتور واحد خاصة رونالدينيو يركز فيها رونالدينيو هدف التعادل هدف التعادل لأتلتيكو مينيرو عن طريق رونالدينيو من كرة ثابتة قلت لكم مشاهدة كرام خطير جدا مينيرو في الكرة الثابتة خطير جدا لما يسددها رونالدينيو بطريقة جميلة فعلا والحظ كان بجانبك يا رونالدينيو لأن الكرة لمست القائم واستقرت في الشباك هذه الإعادة مرة أخرى لكرة رونالدينيو يتفرج فيها العسكري يراقبها العسكري ويخليها تمر العسكري موهو جدا متولي يهدي ويركز وجمهورك ينادي نريد الثاني في هذه الليلة متولي يتقدم متولي يسدد كورة متولي الخضراء المستحيل المستحيل لا مجال للمستحيل مع الرجاء المستحيل يتحول لممكن فالثاني هذا هو ياجور هربة ياجور مكنت الرجاء من اقتناص ضربة جزاء ومتولي الكرة في جهة وفيكتور معلش متولينيو كما قالوا عندهم رونالدينيو لكن متولينيو يقول لك يا فيكتور سريع سريع الثالث الثالث جاي الثالث جاي يا متولي سجلها ريحنا ريحنا يا متولي خلاص 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 الرجاء في الفاينل الرجاء في النهائي في مباراة العمر في ليلة العمر في بطولات العمر فعلتوا يا رجال أكدتم بأنكم الكبار أكدتم بأنكم عالميون أمام جمهور عالمي هي الضربة القاضية مينيرو الرجاء تبطل مفعول سحر البرازيل والرجاء تعبر بأمان للمباراة النهائية شاهدوا الكرة متولي السلام على اللمسة وبلمسة أخيرة جاء الثالث للرجاء جاء الثالث للرجاء هذه لمسة متولي ثم الأخيرة من فيفيا مابيدي نسي معاناة